سلطات ولاية الخرطوم جهود مقدرة لاحتواء الآثار السالبة التي خلفتها الأمطار والسيول وتأثرت بها مناطق واسعة نتيجة لكثافة المياه وعجز بعض المصارف عن استيعابها لتدفقها بكميات هائلة وتمددها في مساحات شاسعة، بجانب استمرار هطول الأمطار لفترات زمنية طويلة. انتشار لبعض الخيم التي تم توزيعها في مناطق شرق النيل بصورة خاصة وفي جزء من كرري المناطق التي تأثرت بالفتح، نحسب إنه إن شاء الله سبحانه وتعالى العمل الذي ينتظر الناس عمل كبير، خاصة تصريف هذه المياه وتجفيفها، ونناشد أخواننا الكرام المواطنين إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يتعاونوا مع الأيتام الهندسية. وتزعى السلطات الولاية من خلال زياراتها الأرضية والاستطلاعات الجوية للوقوف على طبيعة الأوضاع ووضع المعالجات الفورية وتوفير الآليات لتصريف المياه في كل محليات ولاية الخرطوم التي تأثرت بالسيول والفيضانات. كنا متخوفين من أن يكون في سيول جاي من مسافات بعيدة، لكن الحمد لله اطمأنينا تمام انه الوضع جيد على مستوى الولايه بشكل عام، على مستوى محليه مبده بصفه خاصه اقدر اطمن المواطنين محليه مبده على الجهد البذل في الناحيه الغربيه للسد الترابي، اقدر اقول الحمد لله الوضع جيد، ما في سيول جايه من مسافات بعيده. كل الشيء اللي حصل انه المياه تجمعت حول منطقه دار السلام ومنطقه الريف الغربي. وتباينت الأضرار السالبة للأمطار في محليات ولاية الخرطوم، حيث شهدت بعضها انحسارا للمياه فيما انهارت عددا من المنازل في بعض المناطق لكثافة المياه. حقيقة شاركنا من البداية في بطائراتنا العمودية وطائرات الأجنحة، شاركنا وحدات الشرطة المختلفة، وشاركنا ولاية الخرطوم في عملية أولا الاستكشاف لمواقع الهشاشة في ولاية الخرطوم، وكذلك مواقع الامطار القزيرة يعني في تجمعات الامطار، المواقع التي يعني ضربتها السيول والامطار، كذلك في منطقه شرق النيل ومنطقه شمال مدرمان. ووفقا للنسبه الكبيره لهطول الامطار وتاثر بعض المحليات بصوره سالبه، فان الامر يتطلب حشد الجهود الرسميه والشعبيه وتفعيل القطاعات المجتمعيه والمنظمات الطوعيه لتدارك الاثار السالبه. ياسر المساعي، تلفزيون السودان، الخرطوم.